كوكو لا فامي، صافا صافا. كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. دائما مع الجديد في طلامة 2020 مع سيميلود في درب عمر. اليوم جيت باش نصور لكم دي جام ديال السلعه اللي عاد جات، مازال ما نزلت في المحل كما كتشوفوا معايا. هاد السلعه اللي صورت لكم في اخر فيديو، اللي مازال ما شافوش انا غنخلي لكم الرابط هنا الفوق، وغنخلي لكم في صندوق الوصف، فسيروا شوفوه، واللي عجبته اي حاجه يقدر يدير سكرين البرودوي اللي عجبو ويصيفطو لسيميلود باغ واتساب باش يعطيه الثمن ومعلومات على البرودوي. وقبل ما نبدا وقبل ما نخليكم مع سيميلود، كنتمنى من اللي اول مره يشوف القناه ديالي ومازال ما دار ابوني يديرها دابا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. ودابا نخليكم مع سيميلود. السلام عليكم، لاباس اختي؟ مرحبا بكم، نوريكم الكام جداد اللي جاونا. السلعه اللي غتهبط ان شاء الله في هذا البروكار، اللوينات ديالو اللي غادي يهبطوا كيف ستوك كاينين، فيه الخديه، فيه الاينه ديالو مطلسي، فيه التال ديالو سامبل، فيه هذا الرابع ديالو، وفيه هذا الاينه ديالو كذلك، وفيه هذا غيمشي للطرز الغرزه، هذا غيمشي للزواقه ديال طرز الغرزه. ها هو تشوفي الورطه ديالو كيفاش تجي، هذا بروكار كيفاش مخدوم، شوفي الظهر ديالو كيفاش مخدوم، كيفاش تشوفو مزيان الظهر ديالو كيفاش مخدوم، الكاليتي ديالو كاين. هذا حيدو، هذا اخر، لون اخر، لون اخر ديالو، هذا فيه الورطه كذلك، فيه الايني مطلسي، فيه العامر ديالو، فيه كذلك تاني العمر ديالو. هادي الفرماجات اللي بيخدمهم او في الكلامات او في الايني، حنا ديك الساعة ملي كيعطينا الشيمات نكملو التزيينة ديال الصالون. وفيه الايني ديالو كذلك، وفيه تاني هذا بحال طرز الغرزة يعني مودرن. هذا الايني ديالو شوفيه مزيان كيبان لك كيف زوين. هذا باج كريم، باج كريم، هذا يعني لوين ملكي، لوين ملكي. هذا هذا بروكاس هو كذلك، فيه الباج، فيه العمر ديالو، فيه التال ديالو، كله يعني فيه هذا مرشوش بشويه الصم. هاد اللون الاخر ديالو، ها المارو ديالو، هاد المارو ديالو الطوب يعني زويون، هاد المارو ديالو الا انا فيه الصم، شي الصم اللي فيه مرشوش بالصم. وها هو تاني ديالو في عمر بالصم، هذا 90% تيخدمو في الطلميطه، هذا تيخدم كله في الطلميطه، هذا في الفرماجه، هذا في الورده، او الديبار لا حسب الكليان كيفاش ما تيبغي، لان ملي تيجي في الصالون الحطه ديال الصالون هذيك الساعه انت تزيد تكمل له شنو كاين. ها هو الورده ديالو في سونتريا، اللي عنده شي ال صغيره او سيجور على حسب كل شنو. هادو روميين، كاين هذا شي، هذا الورده تخدم الورده والسامبل، تخدم هذا الورده فيه السامبل ديالو، ولكن اللون الا بغيتي تال الموف ديالو او الدوري راه موجودين يعني اللون ديالو كاملين. وكاين هذا اللون اخر ديالو، وكاين الايني ديالو، الايني ديالو تا هو هذا 320 غرام هذا. وكاين اللوان ديال الانيات كامل اللي بغيتي تشوفهم ديالو، هما هادو اللوان الانيات كاملين، هما هادو، هما هادو، شايف اللوينيات، هادو اللوان كامل ديالو اللي بغيتي، اللون اللي بغيتي تتماري مع الرومي تيجي مزيان يعني. الكاليتي ديالو تا هذا، هذا الكاليتي ديالو، هو معروف كيفاش اللوان ديالو. هادو البيجان، الكرونار، الغوز، البلوسيل، الخضر، الموف، التيركوا، على حسب كل شنو تيبغي. وكاين هذا تاني لوين اخر ديالي باش نخدمو، شوف هذا كذلك تاهو رومي، هذا رومي تيخدم في الكوسان، في الفرماجات، في الفيصان ديال المقاد، على حسب كل الذوق ديالو كيفاش يدير. كاين عندنا لي كام ديال الايني تاني كذلك، هادي بريو، لي كام ديال الايني هادي فيها شويه البريو، هذيك روطانا تاع هذه روطانا، ولكن هذه فيها شويه البريو، هذيك ما فيهاش شويه البريو. اللوان كاملين ديال هذا الشيء، اللوان معروف في اللوان ديال هذه، راه ملكيه اللوان ديال كاملين تيخدموا، لان الايني هو الكبره ديال الصالون والتزينه ديال الصالون، هي هو الايني، الايني هو كل شيء، اذا ما كانش الايني يعني الصالون تطلع شويه ناقص، الشوفه ديالو ناقص. نفس اللي وريتك في الاول، شوف اللوين ديالو اخر، كاين هذا ثاني اللوين ديالو اخر، كاين اللوين ديال هذا باش يبان مزيان، شوف هذا ستيل اوروبيان ماشي بلدي، ستيل اوروبيان، كلهم تيتخيطو ستيل اوروبيان. اللون ديالو اخرين، شوف باش نرسي عليك باش نشوف مزيان، شوف اللوين اخر ديالو، هادو كلهم الرولوات ديالهم البياس كاينين غير في الديبور فوق، باش تهبطهم صعيب شويه، بعد يعمرو لك الدنيا تاخذ الكومون تتقطعو تهبطو الناس للمحل، ماشي مشكل. انا الديبور فوق كاين ديالهم، كاين هاد اللوين هذا، شتي هادو ماشي رومي عادي يعني ديال رخيص ديال 60 درهم 70 درهم، هادو
هادو ديال برا، هادو معروفين، هادو معروفين يعني غود كام معروفين. في كاين تاني اللوين اخر ديالو، هذا كاع اللوين، هذا زويون، هذا كاع هذا خطير، هذا شويه اللوين ديالو كيفاش داير لوين مودرن، لان 90% كاين الزرابي اللي تيمشيو معاه بحال هكا، ال صغيره ولا كبيره تاتي مزيانه. هما الاول اللي فيهم شي صافي بلاص ونديرهم. هادو 150 غرام اللي فيهم، 150 غرام اللي فيهم معروفين هادو. شوف كاين هذا اللوين، هذا ثاني، هذا كاع مالك، هذا راه بروف يمشي مع كل شيء. شي كيفاش داير المحل الثاني، شوفي هاد الزوقه ثاني، هادي ما كانش كنا علقوها تماك، علقناها هنا. فيها هاد اللوين هذا، فيها هذا زوقه بلديه 100%، والسامبل ديالها شوفي كيفاش داير، العمر ديالها يعني مودرن زوين، وفيها الصم وفيها الخديه ديالها، تنديروا لها بحال هكا، تنديروا لها بحال هكا، كلها عامره من هنا. شتي كيفاش تجي. وكاين ثاني السامبل ديالو، راه معروف السامبل ديالو، هو راه معروف هذا السامبل ديالو مع هذا، وفيها اللوينات ديال هذا، هذا لورونج يعني ديالو الموتيف ديالو زويون، هذا اللوين حتى هو كذلك زويون، لان ما كاينش ضياع في الخديه كيما درتي لها، تخرج لك الخديه يعني ما فيهاش الكسور بالجناب في الصاله وداكشي، كتجي زوينه. وكاين السامبل ديالها، وكاين العمر ديالها، وكاين لوين اخر غري غري بنوار، هذا لاش يعني هما، هذا يعني هما شي حاجه زوينه، وهذا الصفر هو اللي خلاه يبان باش يعطي واحد لو شارم زويون. هذا وفيه السامبل ديالو، شفتي السامبل ديالو، هذا فيه السامبل ديالو، هذا زويون. كاين هاد الخديه ثاني، شفتي هذا ملك، هذا هذا الخضر روايات ملك، اللون ديالو هما هاد، هادو مطروز كلهم مطروز. شوف الخط ديال ديال روايات، شوف الخط ديال ديالو، الشكل ديال ديالو كيفاش دايره، كتجي زوينه نوع ديال السامبل، كتجي حاجه زوينه، والكسر راه باينين باش يزينو باش يبقى الدور باين، كله باين، كاين زوينات ديالو كاملين، كيجي زويون بلدي، فيه خدية طويلة، شوفي كيفاش داير، اللوينات ديالو، فيه اللون الآخر ديالو، شوف كيفاش يدير. يعني فيه الصم ديالو، وفيه هاد اللوين ديالو، وفيه اللوينات السامبل اللي تيمشيو معاه، يعني اي سامبل بغيتي يمشي معاه، في دوري في باج في تيركوا ما كاين مشكل، ولكن تجي الخديه شريفه 100% شريفه. وكاين حتى لي كوسان ديال لهم بحال هكا، يولاو دابا لي بون بون ديالهم اللي في الجناب، يجي حاجه زوينه. وكاين كاين هذا، شوفوا كيفاش تخدم بالإيني وقالوا تخدم الزواقة ديال هذا الصنف صنف، يعني صنف صنف، فيه الوردة ديالو، فيه الموتيف ديالو، فيه العامر ديالو، شوفوا كيفاش يجي، هذه الزواقة ديال البهجة مربوطة بالصنف. وكاين فيه لوين آخر، لوين آخر راه هو كاين تما، كاين الزريرق ديالو، شفتي كيفاش داير؟ شي حاجه في الواتساب على راسو يعني نتعامل معنا، ما كاين حتى مشكل، ما عندناش مشكل، نشرحوا له، وكان بغى شي حاجه نساعدوه، مكتب شي حاجه على راسو ما مكتبش، كلشي ديال الله الحمد لله. حنا المهم اهم شيء عندنا حنا هو رضاو الناس يمشيوا على خاطرهم، يمشيوا على خاطرهم ويديروا داك الشيء، ونكونوا تاهم مقتنعين وفرحانين. هادشي نتمناه من الله، وهذه حاشمه. شكرا بزاف، الف مرحبا، الف مرحبا. هكذا سال الفيديو مع السي ميلود اللي شفنا فيه لقام ديال الطلامط اللي غيجيو جداد، وشفنا الحويجات اللي ما شفناهمش في الفيديو اللي من قبل. كما قلت لكم غتلقاو الرابط ديالو في صندوق الوصف، سيروا شوفوه، اللي يحتاج اي حاجه يسكريني الطلامط ولا الخياطه ولا اي حاجه حتى العود، يسكرينيه ويصيفطو لسي ميلود باغ واتساب. انا نخليكم الارقام على الشاشه ونخليه لكم في صندوق الوصف، اي حاجه احتاجيتوها تقدروا تواصلوا معاه في واتساب وهو غادي يوجدها لكم. ودابا كنتمنى من اللي اول مره يشوف القناه ديالي ومازال ما دار ابوني ديرها دابا، ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. ودابا ما بقى لي غير نقول لكم تشاو تشاو لا فامي.